السلام عليكم تلاميذي الاعزاء، السلام عليكم اخواتي. اليوم ان شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه وتحت طلبكم قلتوا لي ما ناش فاهمين الهاف والهاز. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بورتو راني دايره هذا الدرس بصح معليش نعاودها با. هنايا عندنا الهاف والهاز، هما افعال مساعده صحيح. هنايا كيما نقولوا حنايا فيرب افوار، كاين فيرب اتر هو فيرب تو بي، والفيرب افوار هو الفيرب هاف. عندي انا زعما عندي. بون حفظوا هادو ولادي، هنايا دركم تسحقوا بو لو مومون، تسحقوا البريزنت سيمبل. وفي السنه الثالثه تاع المتوسط غادي تسحقوا، الرابعه غادي تسحقوا هاد الباسي. دروك هنايا سنه اولى متوسط واش يسحقوا؟ يسحقوا يسحقوا البريزنت سيمبل. البريزنت سيمبل يعني في زمن المضارع البسيط، مضارع البسيط كيفاش نصرفوا؟ حافظوا هذه كي غنيه في رسالكم. اي هاف، يو هاف، وي هاف، ذي هاف. اوكي اي يو وي ذي هاف، دايما هكا. she has، he has، it has. اوكي she he it has. what for past simple دايما i had you had we had they had she had he had it had. by example هنايا نروحو نديرو هذا التمرين في عجالة. شوفوا ولادي كيفاش تحلو. اي واش تمشي معاها؟ قلنا اي تمشي معاها هاف، يعني اي هاف، انا عندي اخت واحدة، اي هاف وان سيستر. يو انت عندك ولا انتم؟ انتم يو يعني انت ولا انتم. يو هاف one sister. okay we have one sister، نحن عندنا اخت واحده. they have one sister. okay هكا يكون i have one sister، you have، we have، they have. she كي تمشي عند الشي والهي والات دائما نقولوا she has one sister، عندها خت واحدة. she يعني هي. he has one sister، عنده أخت واحدة. it قطة ولا كلب ولا، نقولوا it has one sister. okay كما قلت لكم هادو دائما يمشيوا مع الهاف، وهادو يمشوا دائما مع الهاز. اوكي باي زوف، نروحو نديرو تمرين واحد اخر. هنايا عندنا، تبعوا معايا، عندنا اي شورت هير، عندي انايا شعر قصير. واش نقول؟ اي هاف شورت هير، شورت هير صاي. يو شو قلنا؟ يو هاف two sisters، عندك زوج خواتاتك. we ولا me and my family، انا وعائلتي، يعطوا لك كيما هكا me and my family. شنقولوا صافي we، انت كي يعطوا لك كيما هكا انت ديرها we. we have a big house، عندنا دار كبيره. احمد and سامي، أحمد أن سامي يعني they، شنديرو؟ they have many books، عندهم بزاف كتوبة. أحمد وسامي عندهم كتوبة بزاف. كاهنة يعني كاهنة شوالة، كيعطوكم هكا اسم انت في ورقة وسخ ولا انت في ورقة وسخ، دير she. she has a short hair، عندها شعرها قصير. سامي يعني شكون سامي؟ يعني هي. he has a black eyes، عنده
عينين كحلين. صافي. سامي has a black eyes. My cat يعني it's my cat my dog يعني الكلب تاعي ولا القطة تاعي ولا my pet يعني الحيوان الأليف تاعي has دائما باسكو she ولا he ولا it has a grey eyes. نتمنى كو فهمتوا وليداتي خواتاتي هذا الدرس السهل تاع الهاف والهاز. وربي يحفظكم وما تنسوش تديروا لي جيم وبارطاج وربي يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.